قضايا الحوايج اسمه ايه اسمك هاي هذاك سيدي قضايا الحوايج الناهج الاخر اللي فيها كل البنيه الطايحه هذيك سيدي السوردو لا هذاك السوردي السوردو بالايطاليانو سوردو سامحوني شويه اي انا ولي اسمه بالطليان اي ريت قدسنا ياسر هكا ما شاء الله علينا خلطو ولا ولي سيدي السوردو فوالا الاخر السوردي وهذا سيدي التينجي معنا اغزل المدينة هذيك على سيدة تم في بعض خاصة في الاغصوص القدم ما لغزمتهم استعملوا ياسر من تونس تسمية تاع تونس المحروسة محروسة على خاطر الولي البرشة اللي فيها مثلا هذيك عسى أبار الكبار نافهم يثم برشا كي زوي صغار اللي كانوا باقوا كما قال واليوم كانوا قبل خاطر من تشري زاد غاص السيستم الحبوس راه أنا الحبوس كان هو اللي مخدم معنا مخلي برشا زوي فونكسيونيل كما هذيك وغيره بعد كي تنحى السيستم هذيك علاش ندثروا برشا منهم وندثر صيتهم على خاطر ما عادش عندهم إمكانيات اللي كانت عندهم قبل باش يطعموا باش يعطوا فلوس وغيره باش الناس ديما تجي وغيره فقعدوا كان الزوي الكبار اللي قاعدة العباد اللي يعطيهم ديما فلوس حتى كي نحاولهم الحباس اللي كانوا على ملكهم قاعدة الناس تدفع لهم كيما سيدي محرز سيدي بلحسن ولا سيدي بوسعيد ولا غيره هذوما قايمين خاطر غراس انه لي بارتيكولي هما اللي قاعدين منه العائلات التوانسة تمن فيهم كل شيء الزوي مثلا كيف كيف تاع الطرق اون جينيرال برشا منهم اندثروا سيدي عبد القادر ولا غيره قاعدوا في كيلكو فيل مثلا في تونس الزوي اغلبهم سكروا تاع سيدي عبد القادر وغيره هو بتوع عزيزها عثمان داي على حياته بناء التربة نتاعو فاختار البلاصة هذي واللي هي جيف اقفاء سيدي بن عروس به فما زاد شكون يقولوا اللي هي طلبة تفاهمات الفن في هذا فما رواية تقول اللي هي اللي بناء التربة هذي خاطر طلبة الفن في سيدي بن عروس وقالوا لها لا فبنات هذي اللي هي جي جست بزهر في اقفاء تربة سيدي بن عروس اللي هو على النهج الاخر به هي دفنت الدار هذي هذيك البيت تاع التربة اي اليوم تم عبد يسكنوا دونك البارتي اللي هي جوست على اليمين تهز للتربه كل شيء مسكره اللي ام بي عاملين كي الكونتر بلاكي مسكرينهم في شنو في الحيط والباقي بارتي الدار تاع العباد اللي صار دونك يقول قايل ما عادش نجم نراو القبرات اوغوزمون في وقت الثمانينات او التسعينات صارت كي الحريقه ولا سنين دونك ايزون دو يمشي يدخلوا يطفي وكسروا السيباراسيون اللي كانت بينه وبين زاويه سيدي بن عروس فاليوم باش نراو القبرات لازم ندخلوا زاويه سيدي بن عروس باش نجم نراو القبرات تاع زوجه عثمان وعائلتها لكسي قاعد من الزاوية تاع سيدي بن عروس من هوني خاطر كومباني مسكرينو اي خاطر هما بيدهم اللي في بيدهم حاطين انا سالت خاطر راجلي اللي يسكن قال لي راهم كايمو بلوكيزم تقلعهم تقليع تنحي اللوح اللي عاملينه باش تنجم تدخل دونك هذيك كان الام بي كان نحبو شو اللي يعمل لكسي من مي من سيدي بن عروس قعد ثما لكسي قبل ما توفى عزيز عثمان دونك طلبت حاجه برك معناها في الوقفه هذا الكل في الحاجات الكل خليت حاجه نروح لها بخلاف المجتمع قلت لهم كل يوم تحطوا لي بوكي نوار على قبل من فلوسي انا مش حد يتمز عليها راه من الحبوس نتاعها تم حبوس انه كل يوم يحطوا لها بوكي نوار على القبر نتاعها ويتبدل حسب السيزون اي اي خاطر هي كانت تحب ياسر المرافين وتحب برشا الورد الواحد فكانت طالبه كيك فقعدت لحد ثورة الاستقلال وكل يوم على الحد انه تنحية الحبوس كانت كل يوم على ثورتي من المرجح انه مات 1727 الفترة هذيك خاطر كما شكون يقول مات تقبل مي اغلب لي زيستوريان دونك يقولوا انه خاطر وقت اللي تكتب الوقفه عام 1727 هي ديجا مازالت حي فوق بروبابلي مات عامتها يا العامين اللي بعد ماكسيموم 1729 نفس العمليه ريت معناها حتى تاريخ اكزاكت ما عندناش بالضبط مالوغوزمون الشخصيه العظيمه هذه ما عندناش اون دي غيب حتى حد ما خمم منه على قليل يحط لنا شويه حاجات واضحين كاملين وما باش نلزموا نستعينوا بها مي هاوكا بليزو ما وين دفنت وين واحد نجمو نبلاسيو شوية من بعد سي ماتيغ دو غوشيرش بتاتر يجيو عباد اخرين نجمو يلقاو سوجي من اكثر فقعدوا هكاك حتى لي توا ما عادش مالوغوزمون كي تنحى ستيم الحبوس مي قعدت انه حتى بعد ما تنحى انه طون زون طون فما شكون يجيبوا بوكي نوار يحطوه معناها معناها حتى لتوا ما زالت كانه ساعات خاطر جات بيريود انه سيدي بن عروس اصلا كلها تسكرت الزاوية ما عادش تسيب قعدت مده مسكره معناها البارتي رجعت بعد الثوره رجعت تتحل فتوا ما زلت تعاود تطرد طون زون طون تجي ترقش ساعات تما بوكي ديجا تو ريكوني معناها القبر تاع عثمان بالبوكي اللي عليه شكون يجي في البوكي؟ عبيد عبيد تجيب عبيد مش عبيد معناها تعرف الحكايه وناس تعرف الحكايه مش على العائله نتاعها لا 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 مش العائله نتاعها معناها على الاغلب الناس اللي مازال تعرف الحكايه وهكا العائله نتاعها العائله نتاعها مازالوا توا ولا والله شنو نقول لك ما نجمش نعرف اسكو مازالوا الكل ولا نجم يكونوا مازالوا اكيد الناس نتاعها موجوده ان توكا هو الناس اللي تواصل حتى للفتره الحسينيه معناها معناها بناتها الزوز عرسوا من امراء دونك معناها واحده منهم بنت ولدها عرست من
حسين بن علي، ومن بعد حتى ثم شكون من بناتهم اللي عرسوا حتى من بيات اخرين في وسط العائله. معناها عثمان داي ساعات انا بيدي كي هكا تحكي لي على عزيز انه عثمان داي ستان بيرسوناج اللي هو محوري في تاريخ تونس الحديث، بخلاف اللي هو غير سيستم الحكم بالدايات، واللي هو قاصلي لي جاب لنا البيات على خاطر هو اللي خلق الوظيفه هذه في البيت وعطاها صلاحيات. وبعد ما تكبر انه اترافير نسله اكسوا من سيره خوه ولا نسله هو ساهموا حتى بعد في الدوله الحسينيه. دونك ديجا برشا من الديسوندون تاع عثمان مدفونين مع لي برانسيس ولي غين في تربه البيت. معناها ديجا البنات هذوما كل شيء وقعدوا ما فوق بابلي نجم يكون نسله كان شكون قاعد من العيله مازال متواصل. معناها لا يفوز هذا تشيكي بالضبط شكون سي با ايفيدون. معناها انا قلت لكم معناها ديجا هو معناها ما لقيناش برشا خلي على اون بليس فتره ولانين كل حاجه على البيات دونك ما ثمنيش ياسر بها اتسيتيرا. ديجا ليكزومبل هذا ولا عبيد يسكنوا فيها معناها واضحه. اي سيدي يعطيكم الصحة، كملنا دورتنا هاكا بدينا نتاع خاطر ما كانش كان فلوس برك، كان اسونسيلمون خاطر الحبوس اللي هي بداية خاطر تاع الحبوس انك توقف الملكية. بغض النظر اللي هو زاد كانت فاسون باش يتحايلوا به شوية على الـ على الـ القوانين تاع المواريث الشريعة وكل شيء. مثلا هي ديجا حبست ثلث الثروة نتاعها. ثلث الأنتيير تاع الثروة حبست الكل. إي كومبري دونك الجانب الكبير كان أراضي فلاحية هناش. دونك نحكيو على اكثر براتيكمون من قرابة 80 هكتار في باغتو في البلاد الكل، والجزء الكبير كان في الزون تاع الساحل خاصة، دونك مهدية، سوسة، صفاقس، واللي كان ولتوا جزء كبير منه عند عرس التاريخ في الزون هذيك الكل، ولذلك بالنسبة احنا كنا فارس كيفاش كانت انه من وقت الاستعمار لليوم ما زالت، جا عميل تالي ولا ثلاثة ما زالوا يفضوا في المشاكل العقارية تاع الحبوس هذا اللي موجود غادي عند التاديث وكل شيء. وتقريبا اليوم ثم أجزاء اللي ما زالت ما فضتش المشاكل تاعهم. فهمتني خاطر متشعب. تو نجيو هذاك من بعد على روحك. الفكرة شنو هي؟ تحب الحل ولا نقولوا على الغبن مش عارف انه الغبن تاع المحل هذاك. الكراوات نتاعهم خاصة الحوانت ولا غيره، وأنا بالنسبة للراضي هذا كيف كيف. هنا غالبا هي تكرههم العباد باش تستغلوهم وإلا تكونوا مخضرين العباد كل عام. ويدفعوا هم اخر العام فلوس. دونك كان ثم متصرف على الوقت، من بعد ولات جمعيه الاوقاف تتعمل دونك ولات هي اللي الكونترول الاوقاف في بورتو، هي دورها كان رقابي خاصه بخلاف لاجيستون كان تراقب المتصرفين تاع الاوقاف، هذا كل وقت كان عنده متصرف يتعين من ناحيه معناها مولى الوقف يقول راهو فلان مثلا هي في اولها عينت بنات ولدها كان متصرفين على الاوقاف نتاعها فاطمه وهذوك من بعد مثلا كان استوفاو باش يعطيو لعبد اخر هي هكاك. فجمعيه الاوقاف مهمتها هل كونترولي ديجا جيهم اخر العام هات الزمام هاتش دخلت فلوس هاتش صرفت اكسترا بوغ ساسيغي اللي ما ثماش دي تورنومون دو فون واللي كل شيء قاعد يتصرف في البيبان الموجهه ليه. ومن بعد ولات زاد تتصرف في زوز من الاوقاف اللي ما ثماش كل شيء عليهم فهي اللي جيغي بوغ لو كون تاع ماليهم حسب شنو هي وصف يجي انه الحوانت هذوما تراهم يمشيو تان اوفر. كنت سواء انك تقول مثلا في الوقف انه الحانوت هذه تمشي للوقف للحاجه الفلانيه الحانوت هذه تمشي للاخرى والا تقول مجموع الفلوس هاكا الكل يتفرقوا حسب الابواب. ابواب الصرف مثلا تاع ديجا عثمان كان شنو؟ السبيطارات. دونك كانت تخلص الصلاه تاع الناس الكل. هاي كانت عندها حاجه اخرى انهم يعطيو كسوه. كسوه تاع ديجا عثمان في السبيطار يعني يدخل المريض يدوشوا له ويلبس لبسه. سي غراس سا من بعد سار نيكول اكتشف انه دونك المرض اللي جرب كل شيء ما يتعداش مش يشلق اللي هي الفازة هو يتعدى بالحشرة القملة تتغى يفادي كفغير غاس الكسوة تعزى عثمان خاطر السبيطار الوحيد في البلاد اللي ما يمرضوش فيه سبيطار عزى عثمان على خاطر طلع كي جاي ثبت اللي هم يدوشوا لهم يعطيهم لبسة جديدة اللي حيوا حوايجهم لخدم يطيشوا البر وقت يفادي كفغير غاس السبب تعمل كتاتيب كان تبني كنت بيت في البلايص الكل باش الناس ينجموا يقريوا صغارهم اللي ما عندوش فلوس يبعثوا لهم الكتاب الكتاب كان خالص مع بعض الناس ومن بعد حتى في كان يقراوا في النبوات اللي اعلى في جاهز بنته واحد باش تعرس ياخذ من الوقت تاع زيد عثمان كان ما عندوش في التجهيز تجهزوا على قدر حال اهلها يعني اذا كان العيله اصلا عيله خميره تحت اليوم جهزوها عباره من اللي بس عليهم باش يشجعوا الناس يطلبوهم يعرسوا بها باش ما يقعدوش ما يعرسوش بها. كانوا يشريوا اخر النهار الحم من عند الجزاره يزملوا لهم الحب يحطوه في بلايص معينه للكلاب والقطط تاع الشارع. اه ساسي اي كانوا يشريوا الزوان والقمح يحطوا له العصافر والحمام كيف كيف هذا من الوقت كانت تعمل خبز كل يوم يفرقوه في رمضان
كانوا فرقوا زلابيا كل يوم. العباد اللي ما تقدرش تشري الحلو يشري ومن عند اللي عمل زلابيا يفرقوا للعباد. معناه وهي خمت براتيكمون في السيتواسيون اللي العباد ينجموا يتحطوا فيها من كل. وكل سيتواسيون خمت لها وخلت لها وقف باش ينجموا دونك يصرفوا عليه. فخلاه الحوالي بتاع سوق السلاح كان عندها حمام التماري كيف كيف كان ملكها وقف هذاك الباب نتاعو هاكا الباب الاخضر. اما احنا باش ندورو هاكا باش نراو الباب الاخر الثاني حمام التمارين كان من املاك عزيزة عثمانة وكان كيف كيف. اون جينيرال الحمامات كانوا اغلبهم سيتي لو ستاندار كانوا اغلبهم محبوس ما كانوش مشاريع للربح كانوا الاكثرية الغايات الانسانية. تمام كانوا اما محبوس اون جينيرال كانوا ديما هاكا نفس الغاية محبوس الفقراء والمساكين. تمام حمام سوق الجران اللي هو اقدم حمام في تونس كل تبنى في القرن العاشر 1988 بالضبط كان حبس على المساكين واليتامى من ابناء المدينه. حمام سيدي محرز كان زاد حبس على الفقراء واليتامى. دونك المداخيل تاع الحمام الكل كانوا من بعد سيغ فيها في دي بونسيون مونسويل للفقراء هذوما واليتامى هذوما باش يصرفوا عليهم واللي يخدموا على روحهم. الحمام اون جينيرال كنت تدخل ما عندكش ما فماش حد يقول لك يجي خلص كان عندك فلوس تخلص وحدك يجي خارج ما عندكش تدخل تعمل حمام تخرج على روحك. هذا واحد منهم يشوفوها ورثة العيلة تتغى فرجع لها بالملكة. هذا حمام التماري مسكن كي برشا حمامات براتيك مول المدينة فقدت حد اليوم لا لا مسكن يخدمش أصلا. المدينة فقدت جزء كبير من الحمامات نتاعها ما عادش يخدموا راه هذا كيما قلت لكم حمام ما عادش مربح على غلاء وكل شيء. سي فيها بروجي اللي كان كيما قبل مربح على الاخر اتفقا خاصه في الاحياء الشعبيه خاطر ما تنجمش تغلي برشا في مرخيم ولا 10000 في حمام. ثم ساعات اللي مشاكل تاع ورثه وغيره مثلا ورثوه برشا يقعدوا يتعاركوا على شكون باش يجيري الحمام وغيره ففوالا يقعدوا يتعاركوا يسكروا الحمام مين بشوي بشوي. والحمام الكبير على رجع للدوله معناتها لا لا هو الطيبين مسكر خلاص خلاص اوكي خلاص بيع خلاص اي برشا منهم راه تبيعهم بعدين خاطر بعد استقلال الدوله حلت سيستم الحبوس برشا حاجات تبيعت خاصه توسكي هكا مثلا حوانت حمامات كلها تبيع هذا ملك خاص اي ملك خلاص كله حمام نجرانا كيف كيف كان حبوس وتبيع حمام سيدي محرز الحاجات اللي هي هكا اغلبهم تبيعوا. الاراضي هم اللي قاعدوا متشعبين شويه على خاطر الاراضي شنو اللي هو ناس استغل فيهم وكاريتهم وتورث لعائلاتها وكل شيء. فكي الدوله حلت الحبيس تلقى عندك لا انت جيت باش تبيع تلقى عندك مئات الناس دونك هذيك المشكله هي تو مازالت ما تفضلتش تسبب خاطر النومبر تاع الورثاء اكبر كي ثم هنشير في بيجا كي جاوا بعد لوح تو وصلوا ثم 10000 ولي تو ما تفضل معناها تو ما تحلتش المشكله خاطر عندك شنو تفضل 10000 فهمتني دونك هذوما لا سيتي بلو فاسيل حمام واحد اون جينيرال تلقى واحد كان كاريس تغل فيه فهو يبريفيريش مع الدوله. مثلا يوسف صاحب الطابع خلى مثلا احباس بحلا جامع كيما اللوتيل اللي كان كاري اللوتيل بعد الاستقلال شرى من عنده خاطر شخص كان كاري الاراضي بشرق انت خاطر نحكيو على هناش راهي كبيره انا راه العرش تاع المثال الكل كان يستغل في الهناشر نتاعها ف شرقه برشا فوقت الدوله جات باش تبيع شكون باش تبيع وشكون باش تخلي الناس الكل هذا يحب يشتري مثلا اسكي خلي نورمال لازم ترميه ترمو غير في تونس دخل في الاخر انت في مدينه تونس اللي هي باتريموان دونك كلاسي تخضع على الواحد من لا احنا تو اون دور دو بيريمتر لا لا مازلنا في المدينه هذه المدينه مش الاسوار لا نورمال مازلنا جوغيك مو هكا من بعد جوست ترمي باش تبدلها معناتها انا ليه خاطر يفو فواغ زاد في البلان شو لي زون لا لا مو خاطر هذا مثلا كلاسي بحلاك بحلاك اي كلاسي مش على خاطر اي معناها نو في بالك كلاسي داخل في البيريمتر تاع الكلاسمون تاع الواحد اللي هو هذا شنو الجيم جمال حلق داكو من بعد اي اي شنو يا ريت قد ما تبعد من غادي تصرف قد ما عيش جو اللي هو ديجا خير سامح بحذا تربة البيع وش عادي تشوف لما هو ريسبي مي خشي خد ما تبعد على السونتر خد ما عينك ميزان توريك ما ليديال انه حد يرمو بالايديا وش تقول سكيرا من بعد كومبوز اي ما يرمو باش يعمل ولا سبا ولا انا ينجح سبا عندك لاكسي فرنسيفان نمشي له اي بي والبي على درجه كل شيء اي سا سايك ساو دينار وكبير راه من داخل بعد ما يزاجوش خرجوا من بعد كيف كيف تتيغا ما هو كنت لوجيك ما هو كنت الفرناق شكون تحديه اللي كدار هيك الفوق هاي سيدي احنا نتوقع نرجع منها نعطوا